شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول ظاهرة الذنب، ونتحدث حول هذا الموضوع في فصول ثلاثة. الفصل الأول في حقيقة الذنب، الفصل الثاني في آثار الذنب، الفصل الثالث كيف نتوقى الذنوب. أما بالنسبة إلى الفصل الأول وهو حقيقة الذنب، ما هو الذنب وكيف ينبغي أن نفسر الذنب؟ هنالك تصور ربما يحمله الكثيرون، وهذا التصور أن الذنب عبارة عن طفرة في حياة الفرد، الطفرة يعني العمل المباغت، يعني الشيء الذي لا جذر له ولا أصل له، هذا نعبر عنه بالطفرة. مثل إذا أردنا أن نمثل بمثال، مثل هنالك سيارة تمشي في طريق معبد، وإذا فجأة هذه السيارة تصل إلى حفرة فتسقط في تلك الحفرة، هذا السقوط عمل مفاجئ، عمل مباغت. الذنب ربما يكون في تصور الكثيرين عبارة عن عمل مباغت في حياة الفرد،
ولكن الشيء الذي يبدو لنا في بادئ النظر أن هذا التفسير لا ينسجم لا مع قوانين العلية والمعلولية، ولا ينسجم أيضا مع ظاهر القرآن الكريم. قوانين العلية والمعلولية في إطار عالم الطبيعة ضمن المعادلات التي جعلها الله تعالى، هذان قيدان مهمان في الكلام. القيد الأول أن هذه القاعدة التي نذكرها إنما تحكم معادلات عالم الطبيعة، ولا نريد أن نقول بأي وجه من الوجوه أن هذه القاعدة التي نذكرها تحكم عالم ما وراء الطبيعة. لأن هذا يؤدي إلى توالي فاسدة لا يمكننا القبول بها. هذا أولا. الشيء الثاني أن هذا القانون يحكم عالم الطبيعة بالجعل الإلهي، مو أنه هذا ذاتي والذاتي لا يختلف ولا يتخلف كما يقوله البعض. وهذا القانون الذي يحكم عالم الطبيعة ضمن الجعل الإلهي هو قانون السنخية بين العلة والمعلول. السنخية يعني التجانس، هنالك تجانس في العلل الطبيعية بين العلة والمعلول. المعلول الطبيعي، أنا أؤكد على هذه الكلمة وأؤكد، المعلول الطبيعي يمثل مرتبة نازلة من وجود العلة. يمثل تجليا من تجليات العلة. يمثل مظهرا من مظاهر العلة. أكو هنالك كلمة يذكرونها مثل يم ونم، يعني البحر والنداوة. هذه النداوة تمثل مرتبة نازلة من مراتب البحر. هنالك تعبير آخر، تعبير بود ونمود، يعني الجوهر والمظهر. إذا نريد أن نمثل بمثال واضح لذلك، مثل النار والحرارة التي تبعثها في الماء، هذه الحرارة التي تجدونها في الماء إنما تمثل مرحلة نازلة من وجود النار. فهنالك سنخية بين النار
وبين الحرارة التي تبعثها في الماء. إذا كان كذلك فهذا الذنب، هذه نقطة لعلها مهمة، حقيقة الذنب لا تشكل طفرة في حركة الفرد، وإنما هذه تمثل مظهرا من مظاهر الفرد. يعني هذا الذنب الواحد الذي يرتكبه الإنسان والعياذ بالله، هذا يكشف عن خلل في الذات، هذا إنتاج هذه الذات. يعني مثل معمل ينتج، أنتوا إذا رحتوا إلى معمل يجب أن ينتج الأواني، رأيتم أن الآنية التي ينتجها المعمل أو السيارة اللي ينتجها المعمل فيها إشكال، هذا يدل على إشكال في ذات المعمل، مو أنه هذا فجأة حدث هذا الخلل، إشكال أكو في ذات المعمل. هذا أولا، قوانين العلية والمعلولية في إطار عالم الطبيعة، وثانيا ظاهر القرآن الكريم فيما يبدو أيضا يدل على هذه الحقيقة. الله سبحانه وتعالى يقول: قل كل يعمل على شاكلته. أكو هنالك سنخية بين العمل وبين الشاكلة. الشاكلة فيما يبدو يعني الطبيعة، يعني السجية، فإذا هذا العمل ينبئ عن الشاكلة ويدل على الشاكلة ويدل على الطبيعة. من آثار ذلك أنه نحن إذا انتقلنا من العمل إلى طبيعة الذات، يمكن أن نكتشف أن هذه الذات ما دامت باقية على هذا الوضع فسوف تنتج مثل ما أنتجت من قبل. طبيعة المعمل عندما يكون فيها خلل، الإنتاج الأول كان فيه إشكال، الإنتاج الثاني شنو؟ أيضا فيه إشكال. كلما هذا المعمل ينتج منتجا فيه خلل وفيه إشكال، فهذه النفس التي اكتشفناها على نحو اكتشاف المعلول من العلة، طبيعة العلة تكتشف من طبيعة المعلول، اللي هذا يقال له الانتقال الإني، علم من العلة بالمعلول لم، وعكسه إنن، علم من العلة بالمعلول لم وعكسه إنون. هذا الانتقال الذي انتقلنا فيه من طبيعة العمل إلى طبيعة العامل، هذا يدل على أن هذه الطبيعة متى ما توفرت فيها شروط مماثلة لكي تظهر تنتج نفس الإنتاج، إلا إذا تمكنا أن نغير هذه الطبيعة، نشوف أن الخلل الذي حدث في المعمل وين موجود، نغير ذلك الخلل،
إذا ما غيرنا هذا المعمل حتى إذا بقي 100 عام يستمر على هذا النحو من الإنتاج الناقص. فإذا في الواقع الذنب لا يمثل طفرة في حركة الفرد، ولا يمثل بتعبير بعض الأدباء في مقام آخر، مو في هذا المقام، في كلمة كان يقولها، يقول: شهاب برز من المجهول فجأة واختفى فجأة، مو هالشكل، وإنما هذا الذنب كاشف عن الطبيعة. إذا يوم من الأيام واحد قام لصلاة الصبح، هذا مثال السطح الأدنى، وعندنا مثال سطح أعلى. إذا قام لصلاة الصبح، الشيطان قال له: نام، بعد شوية تقوم، بعد شوية تقوم، بعد شوية تقوم، ثم قام وإذا بالشمس قد أشرقت. إحنا نحتاج إلى مقياس، إحنا عندنا مقاييس مادية، درجة الحرارة فيها مقياس، درجة البرودة فيها مقياس، الحمى فيها مقياس. مقياس الذات شنو هو؟ هو هذا العمل. هذا يدل على ضعف إرادته، هذه الإرادة إرادة ضعيفة، هذه النفسية نفسية ضعيفة. واحد من غير المعممين، من غير رجال الدين، كان يقول كلاما لطيفا، كان يقول: هذا الإنسان، هسه ما أعلم هذا الكلام كان من اختراعه هو، يعني هو خطر بالبال أو أخذه من فرد، كان يقول: هذا الفرد اللي طول عمره يقول للشيطان نعم، الشيطان يقول له نام عن صلاة الصبح، هو يقول نعم وينام إلى أن تطلع الشمس، الشيطان يقول له افعل كذا، يقول نعم. يقول: هذا الإنسان في لحظات الاحتضار يتمكن أن يقول للشيطان لا، لحظات الاحتضار هي لحظات الضعف، الإنسان في منتهى الضعف، هذا اللي عمر قايل للشيطان نعم، هناك يتمكن يقول لله إلا بمعونة من الله سبحانه وتعالى. وهكذا في صلاة الليل، إذا واحد قام لصلاة الليل والشيطان قال له نام فنام، هذا يدل على ضعف النفس أمام الشيطان وضعف الإرادة أمام الشيطان. الإنسان يجب عليه أن يكتشف من هذه المفردات حقيقته، هذه يقال لها عملية الاستبطان، يعني كشف الباطن. الإنسان هو عنده حسن ظن بذاته وعند محابات لذاته في الحكم على هذه الذات، هذه الأشياء الجزئية، هذه الذنوب، هذه مفردات الضعف تكشف للإنسان حقيقته بشكل واضح. هذا ولو خارج من محل كلامنا، ولكن رجل ما أذكر تفاصيله يقول: ليلة من الليالي رأيت الإمام الحسين صلوات الله عليه في عالم الرؤيا وكربلاء، يقول الأصحاب
خرجوا واحدا واحدا، أهل البيت خرجوا واحدا واحدا وذهبوا إلى ميدان المعركة وقتلوا، ولم أبق إلا أنا والإمام الحسين. يقول الإمام الحسين قال لي مضمون الرؤيا أنه ما بقى غيرك، تقدم إلى الميدان. قضية موت، قضية قاتل، مو قضية هينة، مو قضية خدش بإبرة لو بسكين، قضية واحد يفقد كل شيء مادي. يقول أنا مقلت للإمام الحسين صلوات الله عليه لا أنا ما أروح الشكل. يقول الإمام الحسين صلوات الله عليه مرة ثانية قال لي تقدم إلى الميدان. يقول قلت له لا أنا ما أروح. يقول مرة ثالثة قال لي، الظاهر في المرة الثالثة، وأجبته بلا واستيقظت من المنام. يقول بعد هذه الرؤيا اللي رأيتها أنا بعد ما أقول يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، إذا كنت معهم كنت أخسر خسرانا مبينا. الإنسان في هذه المفردات يجب عليه أن يكتشف ذاته ويحاول، كما مثلنا في مثال المعمل، أن يغير طبيعة هذه الذات، وإلا هذا الإنتاج لن يكون الإنتاج الأخير، إنتاج آخر مثل الإنتاج الأول، إنتاج ثاني، إنتاج ثالث. ولعله، لا نقوله على سبيل القطع، ولعله والله العالم إحدى معاني الروايات التي تقول لا تستهين بالذنب، روايات كثيرة، لعل إحدى معانيها هو هذا المعنى، أنه واحد يستهين الذنب يشوف خوب هذا عمل انتهى، لا هذا ما انتهى، هذا يدل على ذلك الخلل الذي شرحناه، فهذا الذنب في واقعه كبير. هذا باختصار البحث في الموضوع الأول، وهو حقيقة الذنب وكيف ينبغي أن نفسر الذنب. الفصل الثاني آثار الذنوب، ما هي الآثار التي تترتب على الذنوب؟ هذا يحتاج إلى بحث طويل، ولكنني أكتفي بالإشارة العابرة إلى ما ورد في بعض روايات من آثار الذنوب بسرعة. الأثر الأول حبط العمل. كلمة الإحباط لها بحث مطول في علم الكلام، حقيقة الإحباط. النبي صلى الله عليه وآله في تلك الرواية قال إن لم ترسلوا عليها ناراً فتحرقها، ذاك الرجل اللي قال إن لنا شجرا كثيرا في الجنة. الذنب يحبط العمل. هذه الرواية تقول جدوا واجتهدوا، اعملوا، جد اجتهاد، وإن لم تعملوا فلا تعصوا. إذا واحد ما يعمل على الأقل لا يذنب، فإن من يبني ولا يهدم يرتفع بناؤه وإن كان يسيرا. حتى إذا واحد كل يوم يخلي فد لبنة واحدة، بالنتيجة هذا البناء يرتفع.
وإن من يبني ويهدم يوشك ألا يرتفع بناؤه. يبني يعمل عمل كثير ثم يهدمه بالمعصية، يجي يوم القيامة كل شيء ما عنده. الله تعالى يقول حبط أو حبط عملك. الأثر الأول حبط العمل. الأثر الثاني اسوداد القلب. الله تعالى يقول كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الأثر قبل أن العمل قبل أن تكون له تموجات خارجية إلى تموجات في الباطن وفي الداخل. في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه إذا أذنب الرجل خرج في قلبه نكتة سوداء فإن تاب امحت إن محت وإن زاد زادت حتى يغلب على قلبه. إذا بسرعة تاب هذه النقطة أو النكتة السوداء تنمحي، إذا ما تاب هذه تزداد. بالعمل الثاني بالعمل الثالث حتى يغلب على قلبه. يمكن يغلب يعني كل قلبه يكون أسود، السواد المعنوي، فلا يفلح بعدها أبدا. أكو في بعض الأحاديث أن الشيطان مضمون الحديث لعله يمسح على وجهه ويقول بأبي وجه من لا يفلح أبدا. هذا بعد مو مال فلاح، انتهى هذا. هذا من آثار إدمان المعاصي وزيادة المعاصي. ثلاثة قسوة القلب. القلب يكون قاسي، ليش احنا ما نبكي؟ في الآية الكريمة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ليش ما نبكي عندما نقرأ القرآن الكريم؟ ليش ما نبكي؟ في الآية أكو أنه إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. ليش ما عندنا هذه الحالة؟ هذه من آثار قسوة القلب. القلب يصبح قلبا قاسيا. عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. جفاف الدموع معلول قسوة القلوب، وقسوة القلوب معلول كثرة الذنوب. القلب يصير قلب قاسي. الأثر الرابع زوال النعم والعياذ بالله. في دعاء كميل اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. عن الإمام الصادق صلوات الله عليه ما أنعم الله على عبد نعمة قط فسلبها إياه حتى يذنب ذنبا يستحق بذلك السلب. الله يسلب النعمة. في تلك الرواية في ليلة النصف من شعبان على ما ببالي النبي صلى الله عليه وآله كان يدعو بهذا الدعاء، جدا دعاء عظيم. اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، ولا تسلبني صالح ما أنعمت به علي أبدا، ولا تردني في سوء استنقذتني منه أبدا. الله يسلب النعمة، الله يسلب التوفيق. الإنسان يكون موفق ثم يسلب منه التوفيق. كان فد واحد في بداية شبابه موفق، شوية شوية التوفيق انسلب منه،
فله شعر يقول في شعره. المهم مضمون الشعر أنه ليتني كنت كبيرا ثم عدت إلى الصغر، فليتني ولدت كبيرا ثم عدت إلى الصغر. واحد شوية شوية النعم تؤخذ منه، نعم مادية ونعم معنوية، خشوع القلب نعمة. واحد كان يقول أول ما بدأت كانت لا تفوتني صلاة الليل، والآن في بعض الأحيان صلاة الصبح متفوت مني. هذا معناته سلب النعمة. لا تسلبني صالح ما أنعمت به علي أبدا. الأثر الخامس نسيان العلم، نذكره بخصوصه وإن كان مندرج في العنوان الأول. عن النبي صلى الله عليه وآله: إن العبد ليذنب الذنب فينسى به العلم الذي كان قد علمه. التقوى جدا مهمة في العلم. شكوت إلى وكيع أو وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وعلله بأن العلم فضل وفضل الله لا يؤتى لعاصي. في الآية الكريمة أيضا أكو إشارة إلى هذا المطلب: واتقوا الله ويعلمكم الله، كأنه هنالك رابطة العلية والمعلولية بين التقوى والعلم. الأثر السادس الحرمان من صلاة الليل، اللي هذه مفتاح الخيرات والبركات. ليش كثير منا محرومين؟ هذه للذنوب. عن أمير المؤمنين ظاهرا أو الإمام الصادق صلوات الله عليه: إن الرجل يذنب الذنب فيحرم صلاة الليل. وفي بالي أنه جاء رجل إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه وقال: حرمت صلاة الليل. فقال له: قيدتك ذنوبك. يقوم واحد، كأنه في بعض الحالات أكو ملائكة يوقظون، يريد يقوم ما يقدر يقوم، مثل فالطائر اللي يريد يطير أكو فت خيط برجله ما يخلي هالشكل، يقوم يستيقظ يقول بعد خمس دقائق، وهكذا إلى أن يؤذن المؤذن. هذا من آثار الذنوب. الأثر السابع حلول النقمة. القرآن الكريم يقول: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول: أما أنه ليس من عرق يضرب ولا نكبة ولا صداع، حتى الصداع واحد يبتلى به، ولا مرض إلا بذنب. وذلك قول الله عز وجل في كتابه: وما أصابكم من مصيبة، إلى آخر الآية. طبعا أولياء الله مستثنون من ذلك لأن مصائبهم لرفع الدرجات. عن الإمام الرضا صلوات الله عليه: كلما أحدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملون أحدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون. هاي الأمراض اللي الآن موجودة سابقا ما كانت موجودة، هذه على أثر الذنوب الجديدة. الأثر الثامن الحرمان من الرزق. واحد يحرم، إذا واحد فقير ممكن أن يكون من أسباب فقره ذنوبه. في الحديث: إن المؤمن ليأتي بالذنب فيحرم به الرزق. الأثر التاسع الحزن. هذه المشكلة اللي العالم الآن مبتلى بها، هذا مرض الآن موجود في العالم من الأمراض الخطيرة، مرض الكآبة. شايفين أفراد؟ سابقا احنا كنا نشوف الافراد او ينقلون لنا عندهم حاله حيويه باطنيه، نشاط باطني. الان حاله كآبه،
هذا شنو علته؟ هذا إلى علل متعددة، ومن جملة هذه العلل الذنوب، الذنب يأتي بهذه الحالة. لما نزل قوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به، قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، جاءت قاصمة الظهر. فقال صلى الله عليه وآله: أما تحزن؟ أما تمرض؟ أما يصيبك اللأواء والهموم؟ قال: بلى. قال: فذلك يجزى به، هذا الجزاء، يبتلى بالكآبة مثلا. الأثر العاشر: ذهاب البركة من حياة الإنسان ومن ذريته. أكو بعض الأفراد ماكو بركة في حياتهم، أكو بعض الأفراد ماكو بركة في ذريتهم، هذا من عوامله الذنب. في الحديث عن الإمام الرضا صلوات الله عليه، أوحى الله عز وجل إلى نبي من أنبيائه: إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت. الله إذا رضى عن واحد يبارك له في حياته. وليس، هذا هواي مهم، وليس لبركتي نهاية. الله يعطي ويعطي ويعطي بلا نهاية. وإذا واحد أغضب الله سبحانه وتعالى، الله يأخذ البركة من حياته. أكو بعض الأفراد ماكو بركة في حياتهم، أكو بعض الأفراد ماكو بركة في ذريتهم. إذا نريد أن نلخص معظم آثار الذنب في كلمة واحدة، سكل الآثار، لو معظم الآثار نلخصها في كلمة واحدة: الحرمان. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذه أبواب البركات تغلق. الحرمان في الدين، الحرمان في الدنيا، الحرمان في الذرية، الحرمان من العلم، الحرمان من العمل. هذه القضية تنقل عن السيد محمد الفشاركي، وهو أحد كبار علمائنا المحققين. كان قبل حوالي يمكن 120 عام، 130 عام، هالحدود، في حدود هذه المدد، وكان من كبار العلماء المحققين، وأظن أنه أستاذ الشيخ عبد الكريم الحائري. هذا يقول: في يوم من الأيام في شيراز هذه القضية اتفقت، رأيت رجل مثل واحد مذهول، مدهوش، حالة دهشة، حالة ذهول، ورأيت الناس يتعاملون معه معاملة المجانين، كأنه هالشكل الانطباع اللي كان مأخوذ عنه، مثل واحد مجنون. خب، يقول: في يوم من الأيام السيد الفشاركي ذهبت إلى مسجد حتى أصلي في غير الوقت. هذا جيد، واحد يقوم به في بعض الأحيان، يروح إلى مسجد عندما أي واحد ماكو ويعبد الله تعالى، هواية في صفاء، هذه حالة الهدوء في بيت الله، وتعطي إلهامات للفرد.
يقول ذهبت كنت في مكان وإذا بي أرى هذا الرجل يدخل. هذا الرجل اللي يتعامل معه معاملة المجنون. فيقول إجا وما التفت إلى أني موجود، ما التفت، فإجا ووقف وصلى. يقول رأيت أن صلاته من أفضل ما يكون من الصلاة، بخشوع بخضوع. هذا مو مجنون، هذه مو صلاة مجنون، هذه صلاة واحد من أفضل العقلاء. يقول أنا مدة دا أراقبه وأنا مذهول أنه هذا ما ينسجم مع ما عرف عنه. يقول فلما أتم وأراد أن يخرج، يقول أنا رحت وراء وقلت له شنو قضية حالتك هذه؟ أنت ليش عندك هذه الحالة اللي يؤخذ هذا الانطباع منك؟ فيقول هو حاول التهرب مني وعدم الجواب. يقول أنا ألححت عليه، أيضا حاول التهرب. بعدين قلت له أقسم عليك بمن جننت لأجله شنو قضيتك؟ يقول أنا عندما قلت له ذلك وإذا بالدموع تنهمر من عينيه، أخذ يبكي. يقول فعلمت أنني وضعت يدي على موضع الجرح. قال ما دام قد أقسمت علي بمن جننت لأجله أقول لك هذه القضية. أنا فيما مضى من عمري كنت موفقا للقاء ولي الله الأعظم عجل الله تعالى فرجه. حقيقة هذا مو حرمان، كثير منا ما عندنا هذا التوفيق. حقيقة نشعر في باطننا بهذه المعاني الموجودة في دعاء الندبة: عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى. نشعر بعمق هذه المعاني في أعماقنا في قلوبنا. لا نحن في عالم آخر. يقول ولكن على أثر ذنب صدر مني أنا حرمت هذا التوفيق، وأنا الآن في حالة تأثر شديد وذهول شديد من هذا الحرمان، ذنب واحد. فقلت له وما كان ذلك الذنب؟ فقال إني نظرت إلى امرأة يحرم علي النظر إليها. خذلا، مر الله يخذل الفرد في موقف لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. تدرون يعني شنو خذلان؟ مثل خطيب فوق المنبر فد مرة فد كلمة تطلع من حلقه بعدين يتندم على تلك الكلمة، هذا خذلان في تلك اللحظة. مثل واحد دا يمشي في طريق جبلي مرة واحدة يغفل فيسقط، هذا خذلان لحظة واحدة. لذلك دائما واحد يجب أن يدعو الله أن لا يخذله وأن لا يكله إلى نفسه. الله في هذا الحديث ما ليلة النصف من شعبان وكل يونس إلى نفسه لحظة فحدث ما حدث. يقول أنا نظرت إلى امرأة أجنبية نظرة
تحرم علي. الله أخذ مني هذا التوفيق، هذه العين التي نظرت إلى امرأة أجنبية ما إلها صلاحية أن ترى جمال ولي الله الأعظم، ما إلها صلاحية، ما إلها قابلية. إذا واحد ما صار مرآة ما إلها صلاحية أن تظهر فيه الأشياء. هذا الحائط تظهر فيه الأشياء؟ لا، ما تظهر. المرآة هو الذي تظهر فيه الحقائق. القلب إذا صار ملوث، العين إذا صارت ملوثة، اللسان إذا صار ملوث، الأذن إذا صارت ملوثة بالغناء والموسيقى وما أشبه، وبالغيبة والتهمة والنميمة، ما إلها قابلية. هذه العين ما إلها قابلية أن ترى الإمام الحجة، هذه الأذن ما إلها قابلية أن تسمع كلام الحجة، هذا اللسان ما إلها قابلية أن يتكلم مع الإمام الحجة. حرمان. الوالد رحمه الله في أول كتاب الفضيلة عنده فد بحث لطيف عنوانه الرذيلة تحجب، حجب تحجب، ويذكر هنالك هذه الرواية اللي مضمونها لولا أن الشياطين يحومون حول قلوب بني آدم لنظروا إلى الملكوت أو قريب من هذا. إذن أثر الذن الحرمان. نختم بالبحث الثالث. البحث الأول حقيقة الذنب، البحث الثاني آثار الذنب، البحث الثالث كيف نتوقى الذنب، شنو طريق الوقاية من الذنوب. هنالك أشياء متعددة، ولكن نذكر شيء واحد مهم الآن، وهذا الشيء المهم في الوقاية من الذنوب بإذن الله تعالى المراقبة. المراقبة العام حفظه الله كان ينقل عن الجد رحمه الله، يقول قبل كل عمل كان يفكر أنه عنده جواب لو ما عنده جواب. هذه الرقابة شيئا فشيئا تتحول إلى ملكة. أنتم عندما تقولون هذه الكلمة عندكم جواب إلها أمام الله تعالى لو ما عندكم جواب؟ عندما قمنا بهذا العمل في القبر أمام منكر ونكير عندنا جواب لو ما عندنا جواب؟ إذا عندك جواب اعمل. حالة الرقابة أنه واحد يعلم ماذا يفعل. هذه الكلمة هذه في الروايات أكو، إذا هم بمعصيته. العام حفظه الله السيد مجتبى كان يقول همّا، يعني شنو؟ هو هالشكل كان يفسر هذه الكلمة. كان يقول شايفين الطائر عندما يريد يطير يجمع قواه، والآن يريد يطير، هذه لحظة الهم بالطيران، يعني اللحظة الأخيرة، مثل الطائرة عندما تمشي تمشي تمشي، راكبين الطائرة عادة تمشي الطائرة وتسرع في سيرها، فد مرة تجمع نفسها وتطير في الهواء، هذا قبل الطيران يقال له حالة الهم. يعني الكلمة فكرت فيها الآن على شفتيكم الكلمة، واحد يفكر عندي جواب لو ما عندي جواب. حالة الرقابة، الرقابة الذاتية، هذه من العوامل المهمة في تقليل الذنوب على الأقل، ولعلها تنتهي بالنهاية إلى إعدام الذنوب، أنه واحد يراقب. من حالات المؤمن أنه دقيق في عمله،
الدقة في العمل، وهذه ليست بدعة، لأن الله سبحانه وتعالى عمله دقيق. في وصية لقمان لولده جدا وصية لطيفة، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه إلى أن يقول يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، حبة الخردل فد حبة صغيرة جدا من أصغر الحبوب ولعلها أصغرها على الإطلاق، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، الله هالشكل مثقال ذرة. في آية أخرى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، واحد يكون دقيق في عمله، يفهم شنو دا يعمل، يراقب. الدقة والمراقبة، المراقبة الدقيقة، الدقة في المراقبة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من القلب فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات، بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب.